السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحرك برلماني عاجل لمنع فيلم أصحاب ولا أعز. أثار الفيلم جدلا واسعا في مصر. تقدم البرلماني المصري محمود قاسم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بشأن ما تضمنه فيلم أصحاب ولا أعز من محتوى يتصادم مع النظام والأداب والأخلاق في مصر التي تعود عليها المصريون. وأعرب عضو مجلس النواب المصري عن أسفه لترويج الفيلم للمثلية والشذوذ وغيرهما من الأفكار الهدامة التي تتعارض مع المجتمع المصري الذي يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة، متسائلا عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم. وطلب قاسم بالمنع الفوري للاستمرار عرض الفيلم وأن يكون لوزارة الثقافة دورها في منع عرض أي أفلام هابطة تتعارض مع القيم والتقاليد والأخلاق المصرية الأصيلة مستقبلا. كما طالب من رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بأن يتم إدراج بيانه العاجل في جلسة المجلس يوم الأحد. وعلق الإعلام مصطفى بكري عضو مجلس النواب في تصريح له على الفيلم قائلا أنه يتحدث عن الملوخية المصرية، ساخرا من الادعاءات بأن الفيلم يناقش ظاهرة ليست موجودة في المجتمع المصري. وطلب بكري بوقف التعامل مع شركة نتفليكس حفاظا عن الأسرة المصرية مما تعرضه، لافتا إلى أن وزيرة الثقافة لن تقبل بعرض هذا الفيلم في مصر، وذلك من مخالفة المعايير كافة على حد قوله. وفيلم أصحاب ولا أعز هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي قدمت حول العالم بإجمالي 18 نسخة، لتصبح هذه النسخة رقم 19، وهو من بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سمير. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبون اللعبة، حيث يضع كل منا هاتفه على الطاولة على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها على مرأة ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى كشف وابل من الفضائح التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فبمن فيلم الأزواج وأقرب الأصدقاء. ويرى الناقد الفني المصري طارق الشناوي أن الانتقادات الموجهة للفيلم مثيرة للضحك والسخرية، مشددا على ضرورة التوقف عن مطالبة الفنان بتمثيل نفسه فقط، وأكد أن العمل لم يدع للمثلية الجنسية على الإطلاق ولا يدافع عنها، بل طرح فقط وجودها. وفيما يتعلق ببعض الحوارات الجريئة، لا بد أن يعلم المشاهد أن السينما لا تضار بأحكام أخلاقية. ومن جهة أخرى أبدى الناقد الفني أحمد سعد الدين إعجابه بالتصوير والإضاءة والإخراج والأداء والديكور، لكنه وجه للفيلم انتقادات عدة. وتابع مع سعد الدين في حديث لموقع سكاي نيوز عربية بالمقارنة بين النسختين الإيطالية والعربية، فهما متشابهتان تماما، مما يعني أن العربية أخذت الإيطالية كما هي من دون إبداع أو تغيير. وعلى هذا الأساس أقول أن الإبهار لا ينسب للنسخة العربية بل لصناع الفيلم الإيطاليين. وشدد على أن كل لا إن كان لابد من تعريب السيناريو ليتناسب مع المجتمع العربي بشكل عام، مثلما كان يحدث من قبل كما في فيلم الإخوة الأعداء 1974 المأخوذ عن الفيلم العالمي الإخوة كارمانوزوف. وانتقد سعد الدين طرح الفيلم للمثلية الجنسية التي ظهرت في من دون ضرورة درامية وفق رأيه، موضحا لابد علينا كمجتمع عربي عدم نقل النسخ الأجنبية وتقليدها بشكل أعمى، لأن هناك بعض الأمور لا تصلح في مجتمعاتنا. وختم حديثه قائلا
كان لابد ضبط سيناريو متماشى مع عادات وتقاليد المجتمع العربي، لأن السينما انعكاس للواقع. الفيلم كانت فيه مشاكل كثيرة جدا، والإبداع هنا ينسب للعمل الأصلي لا للتقليد. دمتم في رعاية الله وأمنه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.